التحية تأتيكم مشاهدينا من نشرة الأخبار من الإمارات. وفي أبرز العناوين، ثاني الزيودي يحضر حفل استقبال السفارة الفلبينية. الفجيرة للموارد الطبيعية توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الأشغال العامة في الكويت لتعزيز التعاون الاقتصادي. بلدية الفجيرة تستقبل وفدا من وزارة الطاقة والبنية التحتية لتعزيز التعاون بينهما. الفجيرة التعليمية تنظم جلسة حوارية للتزامن مع العام الدراسي الجديد. وفي النشرة أيضا زيارة مفاجئة للرئيس الروسي للشيشان للقاء متطوعين في الحرب على أوكرانيا. إلى التفاصيل، حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أمس حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة ألفونسو فرنانديز سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. وأشاد سعادة ألفونسو فرنانديز في كلمة له بهذه المناسبة بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وعلاقات التعاون القوية بين البلدين، مؤكدا أن بلاده حريصة على تعزيز مجالات التعاون في مختلف المجالات مع الإمارات، وأشاد بما حققته الدولة من إنجازات كبيرة في شتى المجالات. تسلم سعادة سيف عبد الله الشامسي وكيل وزارة المساعد لشؤون المراسم نسخة من أوراق اعتماد كل منا سعادة ألبرتو أليخاندرو فارخي أورنا سفير جمهورية البيرو لدى الدولة، وسعادة بدر الدين مولانا سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة. وتمنى سعادته للسفيرين التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهما بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وكل من بلادهما. من جانبهما أعرب كل من السفيرين الجديدين عن سعادتهما بتمثيل بلادهما لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. أعلن مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ونادي بينص الرياضي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي عن تنظيم النسخة الثانية من بينص كلاسيك. أعلن مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ونادي بينوس الرياضي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي عن تنظيم النسخة الثانية من بينوس كلاسيك التي تضم منافسات رياضية ومعرضا وتقام في مركز دبي العالمي التجاري يومي 7 و8 من سبتمبر 2024، حيث يتنافس فيها المشاركون على جوائز مالية يبلغ مجموعها 1,200,000 درهم لتكون أعلى قيمة جوائز لبطولة في العالم، وبمشاركة متوقعة تصل إلى 700,000 لاعب ولاعبة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وسعادة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وسعادة ماهر عبد الكريم جولفار نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي. وتقدم رئيس اتحاد بناء الأجسام بأسماء آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة للدعم الكبير والمستمر للرياضة الإماراتية ورياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية. نطمح دائما إلى تنظيم البطولات الرئيسية والفعالة في الإمارات، في الإمارات كلها. العام نظمنا كنا مشاركين في تنظيم البطولة بينوس، وكانت على مستوى ممتاز ما شاء الله، وعلى مساحة كافية. السنة هذه صارت المساحة أكبر والتنظيم أكثر. الحمد لله النجاح اللي حصلنا عليه
في البطوله السابقه، خلى شجع المنظم وشجعنا احنا نقيم البطوله الثانيه. الحين صارت اضعاف البطوله اللي قبلها، وصار مصاحب كذلك لاكثر من لعبه، ففي العاب ثانيه مثل لعبه الارم رسلينج اللي هو مصارعه الذراعين، فنعلن حاليا عن بطوله اللي هي بطوله العرب لمصارعه الذراعين، بتقام في نفس وقت البطوله هذه، وهذه بطوله اول مره تقام سواء في الدول العربيه او حتى في الامارات. بدوره قدم رئيس اللجنة المنظمة أنيس بن موسى الشكر لمجلس دبي الرياضية واتحاد بناء الأجسام، مؤكدا أن لجنته سعت إلى رفع قيمة الجوائز تشجيعا للاعبين الموهوبين والساعين لمنصات التتويج الدولية. النسخة الجديدة بنوس كلاسيك 2025 حيكون عدد الجوائز طبعا بيتضاعف. السنة هاي كان 110، السنة الجاية بيكون المحترفين 220,000، وهذا أكبر عدد جوائز في الاتحاد إليت في العالم. ما أظن يمكن تاني بطولة بتكون بعد بينوس عدد الجوائز تبعها 70,000، اللي هي منافسة. مبسوطين وإن شاء الله كل سنة ندبل الرقم إن شاء الله. بس من السنة هاي بلشنا لنا يكون فيها إكسبو، يكون فيها كيك بوكسين سترونج مان، كورس فيت، يعني بتكون جميع الرياضات يعني، وبيكون كل المشاهير اللي معروفين تاع البادي بيلدينج موجودين حاضرين معنا، سواء بادي بيلدينج سواء كيك بوكسين سواء مثل الممثلين كمان مشاهير بيكونوا موجودين. ان شاء الله نستنوا جديد، ان شاء الله بيكون كل سنه تتطور البطوله والمعرض ويكون شيء شرف دبي ان شاء الله. وتعد بطولة بينوس كلاسيك من أهم البطولات التي يشرف عليها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية. أعلن الاتحاد النسائي العام عن مشاركة الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن في دورات توعوية بمجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وذلك حرصا على توفير جانب من الخبرات والمهارات التي تواكب التطور التقني العالمي. وكان الاتحاد النسائي العام قد أطلق مؤخرا الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن بالتعاون مع وزارة الدفاع وبالتنسيق مع مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، وذلك تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تأتي انطلاقا من إيمان سموها بالدور المهم والأساسي للمرأة في المجالات كافة باعتبارها إحدى ركائز الرؤية التنموية التي تقود المجتمعات. عقد الاتحاد النسائي العام جلسة حوارية تحت عنوان نتشارك للغد من أجل بيوت آمنة ومستدامة بمقره في أبوظبي، بمشاركة مجموعة من الخبراء والممارسين في مجال الاستدامة. تحت عنوان نتشارك للغد من أجل بيوت آمنة ومستدامة، عقد الاتحاد النسائي العام جلسة حوارية بمقر في أبوظبي بمشاركة مجموعة من الخبراء والممارسين في مجال الاستدامة، بهدف تحقيق فهم أعمق للتحديات والفرص المرتبطة بدور الأفراد في تقليل البصمة الكربونية والبيئية المرتبطة على ممارساتهم اليومية من أجل الحد من تأثير المتغيرات البيئية والمناخية وضمان بيئة مستدامة لأجيال المستقبل. وأتاحت الجلسة الفرصة لتوعية النساء بأهمية الاستدامة البيئية وكيفية تطبيقها في بيوتهن من خلال التعلم والتبادل المعرفي بشأن كيفية تحسين استدامة منازلهن، بدءا من استخدام الموارد بكفاءة إلى تقليل الفاقد وإعادة التدوير، وذلك التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في إدارة الأسرة، مما يجعلها مؤثرة بشكل كبير في تبني ممارسات الاستدامة ومساهمتها في تحقيق الأهداف البيئية الوطنية والعالمية كتقليل البصمة الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة خلال تعزيز الوعي والإجراءات البيئية على مستوى الأسرة، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على البيئة بشكل عام. ومن هذا المنطلق جاءت توجيهات سمو أم الإمارات للاتحاد النسائي العام بأهمية تعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة وتكامل الأدوار لتحقيق الاستدامة التي تتطلب تضافر جهود الجميع ومن ضمنهم المرأة الإماراتية التي تلعب دورا استراتيجيا في بناء جسور الاستدامة، سواء من خلال التأثير الإيجابي على ثقافة الاستدامة ضمن أسرتها باعتبارها قدوة ومرجعية، أو من خلال توليها مناصب قيادية في مجالات البيئة والاستدامة والمشاركة الفعالة في المبادرات المجتمعية ذات الصلة.
أعلنت اللجنة البارالمبية الإماراتية شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة طاقة راعيا رسميا لبعثة الإمارات المشاركة في منافسات النسخة 17 من دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024. أعلنت اللجنة البارالمبية الإماراتية شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة طاقة راعيا رسميا لبعثة الإمارات المشاركة في منافسات النسخة 17 من دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 المقررة من 28 من أغسطس الحالي إلى 8 من سبتمبر المقبل. جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي للاعبي منتخبنا الوطني مساء أمس في مقر توفور 54 أبو ظبي بحضور محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، رئيس البعثة، وجاريث أوين رئيس الاتصال المؤسسي في طاقة، وسعادة فريدريك فلورين سفير مملكة السويد لدى الدولة، وطلال الهاشمي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية رئيس لجنة المنتخبات. من جانب آخر، غادرت فجر اليوم المجموعة الأولى من البعثة الإماراتية إلى باريس عبر مطار زايد الدولي بأبو ظبي، وتتألف من لاعبي ولاعبات ألعاب القوى والدراجات، بينما يغادر فريق الرماية يوم الجمعة المقبل ثم الجودو في 2 من سبتمبر المقبل حسب الترتيبات الخاصة بمشاركة كل لعبة في بارالمبية باريس. يذكر أن بعثة الإمارات المشاركة في بارالمبية باريس 2024 تتكون من 13 لاعبا ولاعبة في 4 رياضات هي الرماية وألعاب القوى والدراجات والجودو. وقعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اتفاقية تعاون مع وزارة الأشغال العامة في الكويت لتعزيز التعاون الاقتصادي. وقعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اتفاقية تعاون مع وزارة الأشغال العامة بدولة الكويت بهدف تعزيز التعاون في مجال الاستثمار وتنمية الثروات المعدنية والعلوم المتعلقة بالتعدين، وتركز على التعاون في تصدير المؤسسة للمواد الخام والتي تعد مكونا أساسيا في صناعة مواد البناء والتشييد. وتم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وسعادة السفير علي سالم الذايدي القنصل العام لدولة الكويت والوفد المرافق له، وسعادة الكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة. فيما وقع الاتفاقية سعادة عيد مليح الرشيدي وكيل وزارة الأشغال العامة في الكويت، وسعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. طبعا اليوم سعيدين بتوقيع اتفاقية تعاون وتبادل خبرات بين مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ووزارة الأشغال في دولة الكويت الشقيقة. اليوم تعاوننا مع أخواننا في دولة الكويت يأتي مثاقا من حرصنا على مد جسور التواصل لتطوير المنظومة الاقتصادية بين دول الخليج ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة. اليوم البنى التحتية بحاجة إلى مواد أولية تكون مفحوصة ومتأكدين من صلابتها، وإحنا الحمد لله رب العالمين عدنا المواد الأولية المتوفرة في إمارة الفجيرة ويتم استخدامها في كثير من الدول. ومن جانبه قال المهندس علي قاسم يشكل هذا التعاون خطوة نوعية لتمكين التقدم الاقتصادي وإحداث تأثير إيجابي وملموس تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وإمارة الفجيرة. اتفاقية اليوم اتفاقية تعاون لتعزيز التعاون الاقتصادي بيننا وبين دولة الكويت الشقيقة. الاتفاقية بتركز بشكل كبير على موضوع تبادل الخبرات والمعرفة وكذلك على المواصفات والمقاييس وكيف تطويرها بين الطرفين. الحمد لله هذه الاتفاقية أكيد بتساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي بإمارة البشيرة وبالأخص في مجال التعدين. العلاقة بيننا وبين الكويت علاقة شراكة استراتيجية راسخة ومستدامة، وإن شاء الله معها توقيع هذا المذكرة مذكرة التعاون اللي بيننا وبينهم إن شاء الله بتكون هناك في أكيد يعني زيارات بين الطرفين، مشاركات بين الطرفين تساهم بتطوير خاصة هذا القطاع وتطوير المواصفات والمتطلبات اللي يحتاجها السوق الكويتي. وقال سعادة عيد مليح الرشيدي نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة لتلبي طموحاتنا لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في الكويت، حيث تعد إضافة نوعية وخطوة محفزة لدعم تكاملية أنشطتنا الاقتصادية
وتبادل الخبرات في مجال التعدين. ولله الحمد نوقع اليوم مذكرة التعاون ما بين مؤسسة الفجيرة ووزارة الأشغال العامة، تأتي توقيع هذه المذكرة في إطار التعاون ما بين يعني الدولتين، ممثلة في وزارة الأشغال العامة وممثلة في دولة الإمارات العربية في مؤسسة الفجيرة. نطمح من خلال هذه المذكرة أن يكون هناك تبادل خبرات، خاصة إحنا كوزارة الأشغال العامة مقبلين على توقيع عقود، وبالتالي هذه المذكرة راح تتيح لنا الأمانة أن يكون هناك أعمال الرقابة والفحص لأعمال الصربوخ. فنتمنى التوفيق إن شاء الله للجهتين إن شاء الله هذه المذكرة وتنفيذها على أقرب وقت إن شاء الله. وبموجب الاتفاقية تتعاون المؤسسة مع وزارة الأشغال في تبادل الخبرات في شتى قطاعات الاستثمار والتعدين وتبادل الدراسات والبحوث العلمية كلا حسب أنظمته ولوائحه الداخلية، وتبادل الزيارات الميدانية والفنية والمعلومات التعدينية والخبرات وفق الإجراءات المعمول بها لكل من الطرفين، إلى جانب التعاون في تنظيم البرامج التدريبية والفعاليات من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وورش عمل تتعلق بالاستثمار والتعدين وعلوم الأرض وتوحيد الجهود والتنسيق حول المشاريع المشتركة ورفع مستوى الوعي حول الثروات المعدنية وفق أفضل الممارسات المبتكرة وتعزيزها. كرمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اليوم الشركاء والداعمين لبرنامج قيظ الخير الموسم الثامن لتعاونهم ومساهمتهم في دعم البرنامج. كرمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اليوم في منتجع شاطئ القصر الشركاء والداعمين لبرنامج قيظ الخير الموسم الثامن الذي يأتي تحت شعار بيئة مجتمعية مستدامة لتعاونهم ومساهمتهم في دعم برنامج قيظ الخير الموسم الثامن، بحضور سعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. احتفال اليوم احتفال خاص بتكريم الشركاء اللي ساهموا بطريقة مباشرة وغير مباشرة في نجاح فعاليات قيظ الخير. الحمد لله للسنة الثامنة على التوالي البرنامج ناجح واستقطب عدد كبير من المشاركين، بلغ تقريبا 1500 مشارك. في النهاية نشكر كل من شارك وساهم في نجاح هذه الفعالية، ونشكركم أنتم كذلك على حضوركم لنا هذه الفعالية. استهل حفل التكريم بعرض فيديو تفصيلي عن برنامج قيظ الخير الذي يتضمن حزمة من الفعاليات المنوعة والتي تعكس استراتيجية المؤسسة في ترسيخ حس الانتماء الوطني والاجتماعي والبيئي لدى أجيال المستقبل، كما يعمل البرنامج على ترسيخ المسؤولية المجتمعية وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة لدى الفئة المستهدفة من البرنامج والمتمثلة في الأطفال والناشئة دون سن 12 عاما والأمهات. لتعزيز التعاون بين بلدية الفجيرة ووزارة الطاقة والبنية التحتية، استقبل سعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة وفدا من وزارة الطاقة والبنية التحتية برئاسة سعادة المهندس سيف بن غباش المري وكيل الوزارة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، وبحضور المهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. وهدفت الزيارة إلى إمكانية التعاون بين الطرفين في المشاريع ذات الأولوية في إمارة الفجيرة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الشراكات الاتحادية والمحلية. واطلع الأفخم على منصة فريج وسبل التعاون بين الجهتين بالمشاركة من خلال المنصة على تقديم جميع الخدمات السكنية التي يحتاجها المواطنون بعد توفير المساكن لهم، حيث تجمع المنصة بين خدمات العقار وإدارة المجتمعات السكنية والصيانة ودفع الفواتير وغيرها، بما يساهم في تعزيز الجهود المشتركة وتحقيق الأهداف المرجوة لتسهيل إجراءات المواطنين. نظمت منطقة الفجيرة التعليمية جلسة حوارية تحت عنوان التعليم مسؤولية الجميع، وذلك بالتزامن مع العام الدراسي الجديد 2024-2025. بالتزامن مع العام الدراسي الجديد 2024-2025، نظمت اليوم منطقة الفجيرة التعليمية جلسة حوارية تحت عنوان التعليم مسؤولية الجميع، وذلك تحت شعار من أجلكم نستعد. شهدت الجلسة حضورا واسعا من مختلف أطياف المجتمع، بما في ذلك ممثلين عن الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة ومواصلات الإمارات والكوادر التعليمية وأولياء الأمور.
نظمت اليوم منطقة التعليمية بالفجيرة جلسة حوارية، التعليم مسؤولية الجميع. استهدفنا فيها طبعا بمشاركة الجهات المالية، مواصلات الإمارات، بعض إدارات المدارس، بعض من أبنائنا الطلبة المتميزين، وكذلك طبعا القيادة العامة بشرطة الفجيرة المتمثلة بالشرطة المجتمعية، بحيث أن نقف على أهمية الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد 2024-2025. أنا يعتبر طبعا عملية رئيسية مرتكزة عليها ثلاث محاور: المدرسة بأولياء الأمور، الطلبة، المؤسسات اللي هي الداعمة للعملية التعليمية. هدفت الجلسة إلى تحفيز وتوعية الحضور حول أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لدعم جهود وزارة التربية والتعليم في الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة وفعالة تكفل استمرار المسيرة التعليمية في الإمارة على أعلى مستوى من الجودة. وقد تم خلال الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تصب في مصلحة الطلبة والمعلمين، مع التركيز على دور المجتمع في تعزيز قيم الأمن والسلامة داخل المدارس وخارجها. وأكد المشاركون على أن الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة وتعزيز مستقبل مشرق لأبناء الإمارة. نعت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وفاة الصحفي والإعلامي حمدي نصر، والذي عمل في بدايته صحفيا لجريدة الاتحاد في إمارة الفجيرة، ودونت الهيئة في منصة إنستغرام ببالغ الحزن والأسى: تنعي هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وفاة الصحفي والإعلامي حمدي نصر، والذي عمل في بدايته صحفيا لجريدة الاتحاد في إمارة الفجيرة عام 1977، ولديه سجل حافل بالعمل التوثيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع أكاديمية الفجيرة للطيران لتعزيز التعاون المشترك بشأن امتحانات التشريعات الأساسية للطيران والبرامج الخاصة بتدريب مهندسي صيانة الطائرات. وقع المذكرة كل من المهندس عقيل أحمد الزرعوني المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدنية، والكابتن يعقوب النعيمي نائب المدير العام لأكاديمية الفجيرة للطيران، وذلك في مقر أكاديمية الفجيرة للطيران. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الطرفين بدعم الكفاءات وتعزيز مستوى التدريب والتأهيل في قطاع الطيران وترسيخ أطر التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير السلامة والكفاءة. أعلن نادي الفجيرة العلمي عن مشاركته في مهرجان يوم المخترعين، والذي يقام بمقاطعة بالي الأندونيسية خلال الفترة من 28 من أغسطس الجاري وإلى 1 من سبتمبر المقبل. ويشارك النادي في المهرجان بأربع ابتكارات حديثة، هي ذراع الروبوت الآلي والفاحص الأمني والآلي وروبوت إطفاء الحريق وطائرة أو طائرة الدرون لنفر البذور الزراعية. ويترأس الوفد سعادة سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي، ويضم أحمد حسني أو حسني المسؤول الأنشطة والعضوية، وشريف حسين مشرف تقني بالنادي، وطلبة سالم اليليلي وعبد الله النعيمي وأحمد سيف وحمد سالم المسماري. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الأمن السيبراني يوضح أساليب الاحتيال الجديدة عبر البريد الإلكتروني. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. يتمحور دور ميناء الفجيرة الاستراتيجي في تعزيز قدرة الإمارة على المنافسة في مجال التجارة الخارجية وتحصيل الرسوم الجمركية وأيضا الإيرادات. ميناء استراتيجي يمثل رئة الإمارات وحلقة وصل اقتصادية بين الشرق والغرب. إنه ميناء الفجيرة منذ بدء تشغيله في عام 1983 وحتى اليوم
والميناء يوفر خدمات استباقية للسفن إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المنطقة الحرة بالفجيرة من خلال التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين، إضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه دائرة الجمارك في الفجيرة من التسهيلات الجمركية. ويبلغ إجمالي طول رصيف الميناء أكثر من 7 كيلومترات، مدعوما بالمعدات الحديثة بما فيها الرافعات المتحركة وجميع أنواع رافعات البضائع والرافعات الشوكية، مستخدمة أحدث أجهزة الكشف والبرامج الحديثة لتطوير العمل وتسهيل عملية التفتيش الجمركي وإنجاز المعاملات بسرعة ودقة. وعلى مدار السنوات الماضية شرع الميناء في عملية مستمرة من التحسين وتطوير خدمات الحاويات والبضائع العامة ومرافق البضائع السائبة الجافة والرطبة ليكون قادرا على تقديم مجموعة فعالة وشاملة من الخدمات، وليشهد القطاع البحري في إمارة الفجيرة نقلة نوعية في تعزيز قطاع الاستثمار البحري في الإمارة. كشف مجلس الأمن السبراني لحكومة الإمارات عن 7 طرائق للكشف عن أساليب الاحتيال الإلكترونية، محذرا من النقل أو من النقر والدخول إلى روابط غير موثوقة. حدد مجلس الأمن السبراني لحكومة الإمارات 7 طرائق تكشف عن عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، مشيرا إلى أن المجرمين السبرانيين يبتكرون باستمرار أساليب جديدة للاحتيال مما يتطلب ضرورة الحذر. وأوضح المجلس أن الطرق والطلبات الأكثر شيوعا التي يستخدمها المجرمون السبرانيون هي طلبات التحقق وإشعارات مشاركة الملفات السحابية وفواتير وهمية وتحديثات التوصيل المزيفة وطلبات بيانات الحساب البنكي ومرفقات تحتوي على برامج ضارة ومعلومات حساسة عن الشركة. وحذر المجلس الأفراد من وسائل التصيد الاحتيالي عبر رسائل البريد الإلكتروني، لافتا إلى أن البريد الإلكتروني يشكل وسيلة تواصل فعالة ولكنه يعد من أكثر الوسائل استهدافا من قبل المجرمين. وشملت نصائح المجلس الحرص على التدقيق في بيانات المرسل وتفحص تفاصيل المرسل قبل فتح أي بريد، خاصة الرسائل غير الاعتيادية، وتعزيز أمن الحساب من خلال استخدام كلمات مرور قوية والحرص على تحديثها بانتظام وتفعيل المصادقة متعددة العوامل والإبلاغ عن الرسائل المشبوهة للجهات المعنية أو مزود خدمة البريد في حال ملاحظة وجود أي رسائل تثير الشك. وأكد المجلس على ضرورة تجنب مشاركة المعلومات والبيانات الشخصية أو المالية عبر البريد الإلكتروني وعدم النقر والدخول إلى روابط غير موثقة والابتعاد عن الروابط مجهولة المصدر وعدم تجاهل إشارات التحذير من خلال الانتباه للأخطاء الإملائية ونبرة الإصرار والرسائل العاطفية المبالغ فيها. تعد دولة الإمارات ركيزة أساسية للتجارة العالمية نظرا لقدرتها على التأقلم مع التحولات الدولية وتقديم نموذج يحتذى به في التنمية الاقتصادية المستدامة. نتيجة لرؤية القيادة الرشيدة، حققت دولة الإمارات المتحدة في العقود القليلة الماضية مكانة بارزة كقوة اقتصادية عالمية ومركز تجاري رئيسي يربط بين الشرق والغرب. وبفضل هذه الرؤية الاستراتيجية، أصبحت الإمارات نموذجا يحتذى به في التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام يقوم على الابتكار والمعرفة. ومنذ تأسيسها في 70ات القرن الماضي، بدأت الإمارات رحلة تحول اقتصادي عميق، ومن أبرز خطوات هذا التحول الاستثمار في البنية التحتية بشكل مكثف، وتأسيس مناطق حرة في أبوظبي ودبي، ومنافذ بحرية في الفجيرة وغيرها من إمارات الدولة. وقد أصبحت هذه المناطق الحرة منصات اقتصادية مهمة تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. وأتاح الموقع الجغرافي الفريد لدولة الإمارات أن تكون جسرا حقيقيا بين الشرق والغرب. بجانب ذلك، تعد الإمارات واحدة من أكبر المراكز العالمية لإعادة التصدير، إذ ترسل المنتجات إلى جميع أنحاء العالم بعد مرورها عبر موانئها ومطاراتها. وحققت الإمارات تحولا ملحوظا في التنويع الاقتصادي، حيث أصبحت القطاعات غير النفطية تشكل أكثر من 74% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال 5 عقود.
على الصعيد الدولي، لعبت الإمارات دورا مهما في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والعالمي من خلال مشاركتها الفعالة في المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول. واستطاعت الإمارات أن تكون شريكا رئيسيا في النظام التجاري العالمي، ونظرا للدور الذي تلعبه الإمارات على الساحة الاقتصادية العالمية، برزت قدرتها على التأقلم مع التحولات الدولية وتقديم نموذج يحتذى به في التنمية الاقتصادية المستدامة. آخر أخبار المال والأعمال مشاهدينا، كريم يتابعها سويا مع زميل نداء. بكل تأكيد سارة وأعزائي المشاهدين، آخر الأخبار الاقتصادية مع نداء. سارة وكريم شكرا جزيلا، آخر الأخبار الاقتصادية والمستجدات نطلعكم عليها خلال الفقرة. إليك نداء. أهلا بكم. كشفت مجموعة أدنك عن تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لعام 2023، والذي يعكس التزام المجموعة المستمر بالاستدامة والممارسات التي تراعي الحفاظ على البيئة والمسؤولية الاجتماعية عبر قطاعاتها الرئيسة السبعة، والتي تشمل مراكز المعارض والمؤتمرات وتنظيم الفعاليات والضيافة والطعام والخدمات المخصصة بإقامة الفعاليات والفنادق والسياحة الترفيهية والإعلام. ويسلط التقرير الضوء على أهم إنجازات المجموعة ويعكس نهجها الراسخ ومسارها الواضح نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارا. وبهذه المناسبة قال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنك إن إنجازاتنا المشتركة في مجموعة أدنك بمجال الاستدامة هي دليل على التزامنا وتعاوننا في سبيل تحقيق رؤية دولة الإمارات ونهجها في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة. فمن خلال ترسيخ الشراكات الاستراتيجية والبقاء في طليعة التوجهات العالمية في مجال التكنولوجيا، نحن في المجموعة نقود الابتكار ونضع معايير جديدة في مجال المحافظة على البيئة. وسجل بنك الإمارات دبي الوطني دخلا صافيا من الفوائد بلغ 2.16 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، وكان الأعلى بين الخمسة بنوك من حيث الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع الرقم من 1.97 مليار دولار في العام السابق. ويعكس دخل الفوائد الصافية الفرق بين الفوائد المكتسبة على القروض وتلك المدفوعة على الودائع، وذلك وفق تقرير حديث صادر عن S&P Global Market Intelligence. وأشار التقرير إلى أن البنوك الخليجية الأربعة الأخرى سجلت نموا سنويا في إيرادات الإقراض خلال الربع الثاني، حيث استمرت أسعار الفائدة المرتفعة في تعزيز الأرباح، وهي بنك قطر الوطني الذي حقق دخلا صافيا من الفوائد بلغ 2.12 مليار دولار. وأما البنك الأهلي السعودي وشركة الراجح المصرفية للاستثمار اللذان يركزان بشكل أكبر على السوق المحلية مقارنة بالبنوك الأخرى، فحققوا ارتفاعا في دخل الفوائد الصافي إلى 1.88 مليار دولار و 1.56 مليار دولار على التوالي. كما حقق بنك أبوظبي الأول دخلا صافيا من الفوائد بلغ 1.34 مليار دولار مرتفعا على أساس سنوي من 1.21 مليار دولار. وحققت البنوك الخمسة جميعها زيادة في صافي الدخل الفصلي. وإلى خبرنا الثالث عن مطار دبي الذي أعلن اليوم عن استعداده لاستقبال 3.43 مليون مسافر خلال الفترة بين 21 أغسطس الجاري والثاني من شهر سبتمبر المقبل، وبمعدل حركة يومية تصل إلى 264 ألف مسافر، مشيرا إلى أن هذه الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين تأتي مع بدء فترة العودة من الإجازات الصيفية. وأوضح في بيان صحفي أنه من المتوقع أن تشهد الفترة بين 31 من شهر أغسطس والأول من شهر سبتمبر حركة سفر كثيفة، حيث يتوقع أن يستقبل المطار أكثر من 500,000 مسافر خلال هذين اليومين. ومن المتوقع أن يكون الأول من سبتمبر هو اليوم الأكثر ازدحاما، حيث يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 291 ألف مسافر على الصعيد ذاته. تتعاون مطارات دبي مع شركات الطيران والجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين لضمان رحلة سلسة للجميع.
بما يخص أسعار الذهب التي تراجعت عن أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم بعد صعودها بسبب تدفقات نقدية غربية وتفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بينما يستعد المستثمرون لمحضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي لاستيضاح مدى الخفض. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2514 دولارا وثلاثة سنتات للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2531 دولارا وستة سنتات أمس. وأما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فارتفعت بنسبة 1% إلى 2551 دولار وثمانية سنتات. أما بالنسبة لما جاءت عليه الأسعار الشعبية في الدولة لتاريخ اليوم فجاءت كالتالي. بالتفصيل جاء سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 304 دراهم ونصف الدرهم، وأما جرام الذهب عيار 22 فإلى 273 درهم إماراتي، وعيار 21 فإلى 282 درهم إماراتي فقط. وإلى أسعار النفط التي تراجعت بفعل تقديرات تظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية، وانخفضت أيضا العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو ما نسبته 1%، ليتم تداول الخام قرب 77 دولارا و54 سنتا للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو ما نسبته 2%، ليتم تداوله قرب 74 دولارا و23 سنتا للبرميل. ومع هذا الخبر مشاهدينا نختتم أهم الأخبار الاقتصادية لليلة، ونعود إلى باقي أخبار ليلتنا أو نشرتنا عند سارة وكريم. شكرا لك نداء على كل هذه الأخبار. مشاهدين هيئة البيئة أبو ظبي تطلق المرحلة الثانية من تطوير مركز دليجة لإدارة الحياة البرية، بما يجعل من المركز منشأة عالمية لتربية وحماية الأنواع من الانقراض. أطلقت هيئة البيئة أبو ظبي المرحلة الثانية من تطوير مركز دليجة لإدارة الحياة البرية، بما يجعل من المركز منشأة عالمية لتربية وحماية الأنواع من الانقراض والمساهمة في برامج الصون المحلية والعالمية للأنواع. وتوقعت الهيئة الانتهاء من المشروع مع نهاية العام الحالي، ليتضمن المركز عيادة بيطرية ومبنى إداريا ودار ضيافة ومبنيين لسكن الموظفين ومنطقة لعرض الحيوانات. ويعنى المركز بالحفاظ على الحياة البرية وصون الأنواع البرية المحلية وغير المحلية المهددة بالانقراض. ويسعى المركز إلى تحقيق الأهداف البيئية لإمارة أبو ظبي عن طريق المحافظة على الحياة الفطرية وحماية أنواع الحيوانات المهمة من الانقراض عن طريق إدارة وصون القطعان بطريقة تضمن إنشاء قطعان صحية ومتنوعة وراثيا ليتم إشراكها في برامج الصون المحلية والعالمية. وللحفاظ على الحياة البرية توجد في المركز عدة أنواع ذات أهمية بيئية وبعضها مهدد بالانقراض، منها المها العربية والغزال الرملية والغزال الجبلية والمها أبو حراب والمها أبو عدس والدام غزال، ليصل مجموع عدد الحيوانات في مركزي الفاية ودليجة إلى قرابة 4000 رأس. ومن المشاريع والمبادرات التي كان للمركز دور واضح فيها المشاريع المنفذة في إطار برنامج محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربية، ومنها المساهمة في مشروع إطلاق المها العربية في المحميات الطبيعية، محمية المها العربية ومحمية قصر السراب ومحمية بينونة. آخر التطورات التكنولوجية مشاهدينا مع الزميل كريم الشيباني. شكرا لك سارة. مباشرة إلى التكنولوجيا مشاهدينا. أعلنت منظمة غونيتس الروسية للاتصال الفضائي عن الانتهاء من اختبار محطة محمولة شخصية صغيرة الحجم للاتصال الفضائي من طراز غونيتس أوتونو ميني حسب وسائل الإعلام الروسية. وأكد أندري مانويلو نائب مدير عام شركة غونيتس الروسية قدرة المحطة على إرسال أنواع مختلفة من المعلومات، مضيفا أن شركته تستعد للإنتاج الصناعي على دفعات للمحطات المحمولة التي يمكن أن توضع في حقائب يدوية. وقت العمل غير المنقطع للمحطة بلغ 4 ساعات
في حال تغذيتها بكهرباء البطاريات. تستعد أبل لإطلاق التحديث الجديد على هواتف آيفون وأجهزة آيباد بعد أيام من طرح iOS 17.6.1 وقبل أسابيع من طرح الإصدار المنتظر iOS 18 وفق ما أفاد به موقع 9to5Mac التقني. ونقل الموقع عن مصدر موثوق عبر منصة إكس بحسب وصف الموقع أن التحديث الجديد لا يفرق كثيراً عن iOS 17.6.1 بينما يأتي لمعالجة أخطاء برمجية وتقديم تحسينات أمنية. تختبر مايكروسوفت خاصية جديدة في نظامي التشغيل ويندوز 10 و11 وتعد منافسة لميزة AirDrop الشهيرة من أبل ولكنها مخصصة لأجهزة الأندرويد. وستسهل الميزة التجريبية المدمجة داخل تطبيق فون لينك مشاركة الملفات بين حواسيب ويندوز وهواتف أندرويد حسب ما نقل موقع ويندوز سنترال. أعلنت شركة وايمو التابعة لشركة ألفابيت أنها ضعفت رحلاتها المدفوعة إلى 100,000 رحلة أسبوعية خلال ما يزيد قليلا عن 3 أشهر مع توسيع شركة طلب سيارات الأجرة ذاتية القيادة نطاق خدماتها السماح لمزيد من الناس باستخدام سيارات الأجرة الآلية الروبوت تاكسي. ويأتي توسيع وايمو خدماتها بعد شهر من إعلان شركة ألفابيت أنها تخطط لاستثمار متعدد للسنوات بقيمة 5 مليارات دولار في الشركة حتى مع استمرار تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة في مواجهة شكوك واسعة النطاق وتدقيق تنظيمي مشدد وتحقيقات اتحادية. ختام التكنولوجيا، عودة إليك سارة. شكرا كريم، مشاهدينا تتابعونا بعد هذا الفاصل. الرئيس المصري يدعو إلى الاحتكام لصوت العقل وإنهاء الحرب في قطاع غزة. أهلا بكم من جديد. وفي الشأن الدولي مشاهدينا، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة إنهاء الحرب الجارية على قطاع غزة والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، مشددا على خطورة توسع نطاق الصراع إقليميا على نحو يصعب تصور تبعاته. وقال الرئيس السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيس للأطراف كافة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يكون بداية لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ لحل الدولتين باعتبار ذلك الضامن الأساسي لاستقرار المنطقة. حذر مكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من استمرار تدهور الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة جراء موجات النزوح المتكررة وظروف الاكتظاظ وانعدام الأمن وانهيار البنية التحتية واستمرار الأعمال العدائية ومحدودية الخدمات في القطاع. كما حذر المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من تنامي النقص الحاد للوقود في القطاع، مشيرا إلى أن هذا الوضع أجبر المستشفيات في قطاع غزة على تأجيل إجراء العمليات الجراحية الضرورية، ويهدد في نفس الوقت بإيقاف عمل سيارات الإسعاف خاصة شمال غزة. ونوه مكتب أوتشا إلى أنه ووفقا للعاملين في المجال الإنساني في القطاع، فقد أثر أمر الإخلاء الإسرائيلي السبت الماضي على نحو 13,500 نازح في 18 موقعا بما في ذلك جميع منطقة مخيم المغازي وعدة أحياء أخرى في دير البلح. ومنها إلى تايلاند، حيث أعلنت السلطات الصحية التايلاندية اكتشاف أول حالة بإصابة أو مشتبه بها بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس جدري القرود. وذكرت وسائل الإعلام التايلاندية أن المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض في وزارة الصحة التايلاندية قد أوضح في إفادة صحفية أن النتائج الأولية لعينات المريض البالغ 66 عاما لا تزال غير حاسمة بشأن إصابته بالسلالة كليد آي بي، بينما أظهرت الاختبارات التي أجريت للتأكد مما إذا كان مصابا بالسلالة كليد 2 نتيجة سلبية.
زيارة مفاجئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشوشان للقاء متطوعين في الحرب على أوكرانيا، والقوات الروسية تعلن عن إسقاط مسيرات أوكرانية فوق موسكو. في زيارة مفاجئة هي الأولى له منذ العام 2011 ولم يعلن عنها مسبقا، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الثلاثاء إلى جمهورية شيشان الروسية التي يتزعمها حليفه رمضان قاديروف والواقعة في شمالي القوقاز. التلفزيون الروسي بث لقطات لوصول بوتين الذي نزل من مروحية، وقد استقبله قاديروف وكبار أعوانه على مدرج المطار. ووفقا للكرملين تفقد الرئيس الروسي والزعيم الشيشاني قوات ومتطوعين شيشانيين يستعدون لمحاربة أوكرانيا. Если вы приняли такое решение, то вы уже победили. وفي اجتماع منفصل أبلغ قاديروف بوتين بأن الشيشان أرسلت أكثر من 47 ألف جندي منذ بداية الحرب لقتال أوكرانيا. направили зону СВО более 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев. Также у нас сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов, готовых по вашему первому приказу выехать в зону СВО. وفي وقت تواصل أوكرانيا هجومها غير المسبوق عبر الحدود في منطقة كورسك الروسية، مشيرة إلى أنها باتت تسيطر على أكثر من 80 بلدة، أعلن الجيش الروسي الأربعاء بأن قواته سيطرت على قرية جديدة في منطقة دونيسك في شرقي أوكرانيا، حيث تتقدم رغم الهجوم المضاد الذي تنفذه كييف في الأراضي الروسية. وأفادت وزارة الدفاع في إيجازها اليومية بأن القوات الروسية سيطرت على قرية جيلان الواقعة بين مدينتي دونيسك وبوكروفيسك، وهو جزء من الجبهة يشهد أعنف المعارك في إطار النزاع المتواصل منذ عامين ونصف العام. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت في وقت سابق من اليوم بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 11 مسيرة استهدفت موسكو في أحد أكبر الهجمات على العاصمة، وتم تدمير هذه المسيرات. أهم الأخبار الرياضية مشاهدينا نتابعها مجددا مع الزميل كريم شيبان. شكرا لك سارة، مباشرة إلى الرياض. تأهلت منتخبات البحرين والكويت وقطر وسوريا من المجموعة الأولى، والسعودية والإمارات ولبنان والأردن من المجموعة الثانية إلى الدور ربع النهائي لبطولة غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة للشباب مواليد 2005 المقامة حاليا بصالة نادي العين بنهاية منافسات الدور الأول للبطولة أمس. وتقام مباريات ربع النهائي اليوم، حيث تلتقي منتخبات الإمارات مع قطر والسعودية مع سوريا والكويت مع لبنان والبحرين مع الأردن، في حين يلتقي منتخبا اليمن وفلسطين في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر. أعلن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية خوض 4 من دراجيه برنامج معايشة في مقر الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في سويسرا، وذلك بدعوة رسمية من الاتحاد. وذكر النادي في بيان له أن البرنامج يستمر حتى 13 من سبتمبر المقبل بمشاركة الدراجين سهيل الخزرجي وخالد النعيمي وحمد المحيربي وحارب المرزوقي، ويتضمن عددا من الحصص التدريبية والتثقيفية بحضور لاعبين من أبرز الأندية والفرق العالمية. تتواصل منافسات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج الذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 25 من أغسطس الجاري بمشاركة أكثر من 2200 لاعب ولاعبة يمثلون 82 دولة. وتعادل متصدرا بطولة الأساتذة الدولية ضمن المهرجان الأوزبكي نودربيك يعقوبوف والروسي مورزين فولودار في الجولة الرابعة، يتوقف رصدهما عند 3 نقاط. وأعاد التعادل البطولة إلى نقطة البداية ودخول بعض اللاعبين مجددا على دائرة المنافسة.
أعلن طيران الإمارات والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تمديد اتفاقية الشراكة بينهما لمدة 4 سنوات أخرى، حيث تستمر تسمية مسابقة الكأس المحلية الأكثر شهرة في العالم، كأس طيران الإمارات الاتحاد الإنجليزية، حتى العام 2028. وستتواصل الشراكة بين طيران الإمارات وكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمدة 4 سنوات اعتبارا من بداية موسم 2024-2025، لتؤكد التزام طيران الإمارات بشراكتها مع المسابقة الرئيسة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الممتدة منذ العام 2015 وأسفرت عن سنوات عدة من التعاون الناجح. ختام الرياضة، عودة إليك سارة. شكرا لك كريم. مشاهدين صفحة أخبار منوعة من حول العالم في هذا التقرير. توفيت أكبر معمرة في العالم الإسبانية ماريا موريرا عن عمر نهز 117 عاما. عاشت ماريا حياة طويلة وشهدت العديد من الأحداث التاريخية الهامة، بما فيها الحربين العالميتين ووباء الإنفلونزا الإسبانية والحرب الأهلية الإسبانية ووباء كوفيد-19. قبل وفاتها نشرت ماريا رسالة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: لقد اقترب الوقت، لا تبكي فأنا لا أحب الدموع، وفوق كل هذا لا تعاني من أجلي، أينما ذهبت سأكون سعيدة. ولدت ماريا في سان فرانسيسكو عام 1907، وعادت عائلتها إلى إسبانيا خلال الحرب العالمية الأولى. عاشت ماريا العقدين الأخيرين من عمرها في دار رعاية في إسبانيا، حيث احتفلت بعيد ميلادها 117 في مارس الماضي. وكانت ماريا تتمتع بصحة عقلية وجسدية جيدة حتى وقت قريب، وكانت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام للتواصل مع متابعيها. وبعد وفاتها أصبحت اليابانية توميكو إيتوكا البالغة من العمر 116 عاما أكبر شخص معمر في العالم. وثق مقطع فيديو التقطته طائرة مسيرة لحظات مثيرة عاشها متسلقون على جبل دوكونو البركاني في إندونيسيا يوم السبت الماضي، حيث ثار البركان فجأة وبلغ ارتفاع سحابة الرماد البركاني نحو 700 متر، وذلك خلال وجودهم على قمة الجبل وعلى مسافة قريبة جدا من فوهته. أظهر الفيديو المتسلقين وهم يهرعون للنزول مع تصاعد سحابة الرماد البركاني واقترابها منهم في مشهد مثير حظي بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي. في حدث يتكرر سنويا، بدأت حديقة حيوان لندن الاثنين بقياس وزن 10,000 حيوان من بينها أشبال الأسود وفرخ البطريق. يتم تسجيل الإحصاءات لما يقرب من 400 نوع من الحيوانات في حديقة الحيوان كل عام، ويتم تخزينها في قاعة بيانات عالمية لمشاركتها مع حدائق الحيوان في جميع أنحاء العالم. ويمكن مشاركتها أيضا مع الأخصائيين الذين يمكنهم النظر في حجم حيواناتهم مقارنة بأعمارهم. ومن أجل قياس وزن 10 فراخ بطريق هومبولدولت ولدت في حديقة الحيوان في الربيع، تم استخدام دلو من الأسماك لكي تصل إلى الميزان. أما أشبال الأسد الآسيوي الثلاثة الذين ولدوا في 13 من آذار مارس والذين تمت مراقبة نموهم بانتظام، فقد عرضت عليهم لوحة معطرة توضح أحدث قياساتهم لاستكشافها أثناء انضمامهم إلى عملية قياس الوزن السنوية للمرة الأولى. عملية قياس وزن كل هذه الحيوانات هو أمر صعب للغاية بحسب القائمين على الحديقة، لكن الحيوانات سيفعلون أي شيء من أجل الحصول على الوجبة. بهذا الخبر مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار من الإمارات، ونشكر لكم حسن المتابعة. بأمان الله.